تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك فيما يلي نصها. حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين المفدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فإنه لمن دواعي سرورنا واعتزازنا أن نعبر لجلالتكم عن خالص تهانينا وتبريكاتنا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. دعينا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة وأمثالها على جلالتكم وأنتم تنعمون بوافر الصحة والسعادة، كما ونود اغتنام مناسبة حلول الشهر الفضيل لنبتهل إلى الله عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على بلدنا مملكة البحرين وشعبها العزيز في ظل قيادة جلالتكم الحكيمة، وعلى الأمة العربية والإسلامية باليمن والخير والسؤدد، إنه سميع مجيب الدعاء. حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، هذا نصها: صاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله رئيس الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه من دواعي السرور أن تلقينا برقية سموكم المهنئة لنا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1440 للهجرة، مقدرين لسموكم هذه المشاعر النبيلة. دعينا الله في هذا الشهر المبارك أن يحفظكم ويرعاكم ويمتعكم بالصحة والعافية، ويعيد هذه المناسبة الكريمة بالخير والبركات على مملكة البحرين العزيزة والأمتين العربية والإسلامية، إنه سميع مجيب. حفظكم الله وأدام عليكم نعمة الصحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.